اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، فراخ محشيه. دايما الفريك يقول لك فراخ بالفريك، حمام بالفريك، والفريك ما يحب الشريك. انا معايا جوز فراخ النهارده، عايز احشيهم رز بالخلطه، كبد وقوانص وكلاوي، الشغل المصري اللطيف الحلو ده كده، ونهتم بيهم ونهتم بالشوربه اللي الفراخ هتتسلق فيها بعد ما نحشيها، اللي هي معاها بصل ومعاها حبهان وورق لورو والحاجات الجميله. الحلو بتاع النهارده البطاطا. البطاطا في السوق وفي موسم الشتاء بغرقها السوق. عايزين نعملها النهارده مهلبيه، دايما البطاطا بناكلها مشويه بناكلها مسلوقه، فعايز اعملها النهارده مهلبيه بالمكسرات، حاجه لطيفه كده لكبار السن والاطفال، وندعمها بالمكسرات عشان تبقى قيمتها الغذائيه عاليه جدا. طبعا السلطه بتاع النهارده سلطه الطماطم بالزعتر، معانا زعتر ومعانا طماطم، زيت زيتون وتوم. الطبق ده فواتح الشهيه على السفره بتاعتنا عشان نخلص على جوز الفراخ المحشيين بالرز والخلطه. تفاصيل في الحلقه النهارده بسيطه وسهله، مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي ربنا كرمنا بجوز فراخ حلوين. وزن الفرخة يعمل ما بين 500 جرام و 400 جرام، بصراحة هي مش فراخ كبيرة، والفراخ لما تيجي تنقيها وتشتريها للحشو يفضل الفراخ الصغيرة اللي معانا على الشاشة دي كده. هنعمل جوز فراخ محشية بالرز والكبد والكلاوي بالخلطة، يعني المقادير على الشاشة. جوز فراخ حلوين، كبد وكلاوي تشيلهم في التلاجة أكيد، أو تشتريهم من عند الراجل الفرارجي، أو الكبد والكلاوي بتاعة الفراخ. معانا رز مصري ومعانا جزر وحبهان وورق لورو، مكعبين من الزبدة، شوية بهارات حلوين، بصلة وتومة، ملح وفلفل، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. والأكلة دي بتبقى أكلة عزيزة ولطيفة ومتتعملش كل يوم، يعني في المناسبات بالتأكيد لما نحب يعني نعمل واجب مع الضيوف ونهتم بالسفرة بتاعتنا بنعمل فراخ محشية بالرز. هنجيب بصلاية حلوة الأول كده، ونهيئ الشوربة بتاعة الفراخ اللي احنا هنحشيها. بنعمل بوكيه جرنيه. مصطلح بوكيه جرنيه ده جزر وكرفس وبصل وتوم، ورق لورو، حبهان، عشان شوية الشوربة الحلوين دولت هما اللي هيدوا طعم للفراخ. ادي البصلاية كده في قلب المية، حلو الكلام، على نار كده، ومعانا الجزر الحلو ده كده برضو. وعلى فكرة تقدر تقدم الجزر اللي هيتسلق ده جرنش مع الفراخ اللي انت هتحشيها، يعني مش معناته ان احنا بنعمل بوكيه جرنيه لا، نستفيد بيه. ده جزر نحطه هنا كده برضو زي الفل، معانا ورق لورو، حبهان زي الفل، ونسيب الحلة دي تغلي على النار، قرن فلفل حلو كده يدي فليفر وطعم للشوربه بتاعتي. دي كله من بين ايدك انت، خلي بالك، سيبك من مكسبات الطعم اللي انت بتشوفيها في اي سوبر ماركت، خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشره. الحله كده جاهزه، نبدا برضو نحط شويه بهارات حلوين من الزعتر. السر في الحله دي دلوقتي شويه فلفل اسود، لان الفراخ هتتسلق فيها، وشويه الملح الحلوين، ونخليها كده على النار تاخد وقتها بالشكل ده كده. بص على الحلة دي، فيها حلة الخير، فيها كل حاجة حلوة. بتعملي فراخ محشية، بتعملي حمام محشي، فراخ محشية حمام محشي، لازم تكون عندك الحلة دي فيها كل التفاصيل دي، بصل، ورق لورو، حبهان، رنفل، شويه بهارات حلوين، واسيبها على النار تغلي. دي اول حاجه انا بدات بيها، حلوه قوي. تعالوا نعمل بقى الحشو بتاع الفراخ. معانا رز ومعانا بصل ومعانا توم، وهنعمل الخلطه ازاي مع بعض واحنا شغالين كده في عجاله. اول حاجه باخد كبد الفراخ اللي معايا دي بشوحها على النار. اوعى تحطها نيه جوه الفرخه، ازعل منك.
ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ هتلاقي الرز له طعم وله زفاره كده احنا مش هنهضمه. عشان نبقوا ايه واضحين مع بعض، حط مكعب زبده وكتر الزبده. هقول لك ليه دلوقتي، وانا عايز كميه حلوه لان عايز استفيد بالخلطه دي في الرز. حط البصلايه الحلوه دي كده مكان ما احمر الكبد، هنزل بالرز، شويه ثوم، قرن فلفل حار، كل ده في الطاسه، وجبنا الخلاصه حلو زي الفل، ونقلب دولت كده. هو ده بصل، ثوم، فلفل حار، اشوحهم على النار، بهاراتنا ملح وفلفل، شويه كمون على شويه كزبره، دول مهمين جدا اهو، شويه قرنفل حلوين بيدوا طعم حلو للرز، ونقلب كده. اتحمرت البصله، اتحمرت التومه يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا امي. هناخد الكبد، الله تعالي يا حلوه، ونحمرها. دي اول خطوه انا عملتها، واشوف الكبد تاخد لون كده وتستوي زي الفل. ممكن يعني تلات ارباع سوا. عايزه تقطعيها اهلا وسهلا، عايزه تحطها سليمه جوه الفرخه تبقى بشخصيتها كده اهلا وسهلا. انا عندي جوز فراخ دلوقتي، وجوزي عايز ياكل فراخ محشيه كان بياكلها من ايد مامته رحمه الله عليها، ايد مامته ربنا يديها الصحه وطوله العمر. كل التفاصيل دي موجوده في كل بيوتنا. والله كنت باكل فراخ محشيه كانت جميله جدا، تعالى يا حبيبي وانا اعملها لك. كبد، قوانص، قلوب، بصله، تومه، شويه بهارات. حلو، تاخد لون كده بالشكل ده كده، شويه الملح، حلو قوي زي الفل. هجيب طبق صغير كده واخد الكبد دي اخليها على جنب، التفاصيل دي مطلوبه خلي بالك. ناخد الكبد دي ونخليها على جنب. ليه يا عم الشيف؟ عشان ننزل بالرز نشوحه مكان الكبد. اوعى الاطفال يخشوا المطبخ عندك دلوقتي، يا ماما اديني سندوتش كبده ولا تحطها في الفراخ ولا حاجه. خلي بالك. ده بيحصل. خدتها كده على جنب. استوت، هي ثلاث ارباع سوا. ممكن تزودي اكتر من كده مفيش مشكله، ربنا يزيدك. مكان تحمير الكبد والقوانص والقلوب ننزل بالرز الحلو ده. رز مصري. ممكن بدل الرز فريك، عايزه تعملها بالفريك اهلا وسهلا، ده اختياري. شويه دول كلهم زي الفل، موضوع سهل، انت متخيلها صعب انا عارف. هنقلب كده الرز ده. الله، شويه الرز هنا مش محتاجين حاجه. خدوا البصله وخدوا التومه وطعم الكبد. خد المفاجاه دلوقتي بقى، هناخد شويه شوربه من اللي انا متوصي بيهم من الاول خالص. فاكرها الشوربه دي اللي انا محضرها للفراخ. الفلفل الحار ده اختياري، خلي بالك انا حاطه كده عشان الصوره اللي تطلع حلوه. انت مش عايزه فلفل حار براحتك. انت عارفه ولادك بيحبوا ايه، وعارفه جوزك بيحب ايه، واعتقد يعني ان الاطفال دلوقتي بصراحه بيحبوا الحاجات السبايسي. حلو، نروق الدنيا كده عشان الصوره الحلوه. اهم حاجه الخلطه بتاعه الرز اللي انا بدات بيها. حاطط ملح، حاطط بهارات، شويه الرز على النار، انا بخليهم كده ايه يتحمصوا مع البصله والتومه ومكان تحمير الكبد. نرفع الغطا ده كده. الله، الشوربه دي حلوه، دي الجميله دي. ما جبتش ميه بالحنفيه بقى؟ لا خالص. هو ده الشغل. الله الله. واخد الرز ده كده ايه تقريبا نص سوا بس، كفايه تمام يا عم الشيف. ونقلب شويه الرز الحلوين دول كده. الكل بيشتكي والكل بيتفاجئ على السفره، عملنا فراخ محشيه نفتح الفرخه نلاقي الرز ما استواش، الرز لسه فيه قطمه،
الرز حبه وحبه، الرز معجن جوه الفراخ، الرز طعمه مش حلو جوه الفراخ، التفاصيل دي كلها اعتقد بالخطوات اللي انا بدات بيها شويه الرز هنا ممكن الواحد ياكلهم وينسى الفراخ دي كلها خالص. يبقى انا جهزت اول حاجه عشان الاكله دي مهمه جدا، بنتساءل كتير على السوشيال ميديا وبنتابع السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي يا شيف مغازي، الفراخ المحشيه ما بتظبطش معايا او الحمام المحشي مش بيظبط معايا، فانا حبيت النهارده اضرب عصفورين بحجر نفس الطريقه اللي بعمله مع الفراخ اعمله مع الحمام. اول حاجه بدات بيها حل على النار بوكيه جرنيه، اهتم بيه قوي، سيبك من مكسبات الطعم اللي موجوده في اي سوبر ماركت، للامانه انا عمري ما استخدمتها من اول عينيا ما فتحت في المطبخ، انا بطلع الطعم من بين اصابع ايد العشره على طريقه امي ووصفه امي ومدرسه امي، امهاتنا كلهم ربنا يديهم الصحه ورحمه الله عليهم. جزر، كرفس، بصل، شويه بهارات، حبهان، فص توم، عندك حله فيها الخير. الشوربه دي تقدري تطلعي منها شوربه طماطم، شوربه مشروم، تعملي منها مكرونه، تعملي منها صينيه زي ما انت عايزه. خدنا الطاسه حبرنا الكبد والكلاوي وبعدين تبلناهم، مكان الكبد والكلاوي شلناها على جنب ونزلنا بالرز. ممكن تنزلي بدل الرز فريك، والفريك عادي مكان الرز يمشي الحال، وشوحناهم على النار كده بالشكل ده كده اهو زي الفل تمام. هنخلص الرز كده تمام اهو، الرز كده جاهز. هناخد الرز ونشيله على جنب ونحط الحله دي على نار شديده عشان عايز نار شديده، واسيب الرز ده يبرد جنبه الكبد والكلاوي وعندنا الفراخ الحلوه. هناخد بعضنا ونطلع فاصل ونرجع للخطوه رقم 2 لتركيبه الفراخ. اهم حاجه الخطوات اللي انا بدات بيها، مكان الرز ممكن يبقى فريك، معانا كبد وكلاوي ممكن نحط لحمه مفرومه، معانا جوز فراخ حلوين بصراحه شامورت حلوين، دول جايين لي هديه. تعالوا مع بعض نطلع فاصل صغير ونرجع مع الهديه المهداه نعمل ازاي فراخ محشيه بالرز والكبد والكلاوي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا الجميل بيقول لي الفراخ دي ما شفتهاش قبل كده، هي بص هي اكبر من الحمام، يعني انا موصي عليها ان الفراخ دي تكون صغيره مش كبيره. عايزين نحشي فراخ كبيره ما عنديش مشكله، بس انا بنحب الفراخ الصغيره لما تتحشي تبقى لطيفه وحلوه، الشامورتي بالذات جوز شامورتي حلوين كده لطاف وزي الفل. بنغسلهم بميه بشويه ملح ونغسل بطنهم من جوه، طبعا هي طالعه معايا زي الفل اهيت، فراخ حلوه. كل قصه بعمل ايه؟ بجيب فص توم حلو كده، شوفي بس التركايه دي مهمه جدا اهو، ده فص توم حلو، بحط عليه مكعب زبده حلو، معلقه معجون طماطم، طريقتي جربيها وليه رايك فيها ايه؟ حلو الكلام؟ شويه زعتر، عصرة ليمون، دول هيخش جوه الفراخ يسبقوا الحشو سواء بتعملي فراخ كبيره او فراخ صغيره. شويه ملح وشويه فلفل اللي عايز يتبل الفراخ من جوه علشان مشاكل الزفاره. همسك الخلطه دي يا عم الشيف، اوعى تحط خل ارجوكي. ناخد الخلطه دي بالزبده بالليمون بالزعتر بالفلفله الحلوه او معجون طماطم وناخدها كده جوه الفرخ وايدك تخش جوه التفاصيل نفس القصه هنا، والباقي تمسك الفرخه من بره تعملي لها مساج. ليه حطيت زبده؟ سؤال لطيف وحلو، عشان الفراخ دي لما تتحمر تتسلي قصدي يعني ونيجي نشويها بعد كده او تاخد لون، تاخد لون معايا بسرعه تمام. الفراخ كده جاهزه زي الفل، الحشوه عندي بايدي، طالما انت بتشتغلي في البيت تحشي بايدك كده معانا كبد، بنحط شويه رز ونحط الكبده الحلوه دي كده جوه وندخل الرز بايدينا جوه وراه الكبده بالشكل ده كده، القرن الفلفل الحلو ده جوه يعيش وندخل رز ونحشي هنا كده ونمسك الفراخ نفرخها كده زي الحمام بالشكل ده كده اهو،
وبنراحه عليها شويه عشان الجلده ما تتقطعش منك، خلي بالك. والرز يكون بارد مش سخن قوي يعني عشان تقدري تتحكمي فيها اهو. ناخد واحده كبده كمان نقفل بيها، الكبده الكبيره دي كده اهو، ونحط شويه الرز دول كده معاها. شفت الفراخ اهو زي الفل يا عم الشيف، ونيجي نقفلها كده بالشكل ده كده جامد. اللهم صل على النبي. دخلناها كده، الفراخ اتحشت اهي زي الفل. على فين يا عم الشيف؟ هنا بقى، بص الحلاوه هنا هنا اهو هو ده. يلا نعمل واحده تانية مع بعض اهو. متبلين الفراخ، نخش بالكبد دي كده، شويه رز. الرز اللي باقي عندك ومعاه كبد اذا باقي ده ما يترميش، هيتسلق ويتحضر ويتجهز. نغرف الرز ده مع الكبد ونحط جوز الفراخ عليه نقدمه في الطبق. انا بحط كبد اهوت، انا عملت كميه رز كتير يعني علشان اللي عايز ياكل رز جنب الفراخ اهلا وسهلا. هنزوده شويه شوربه من الشوربه اللي هي على النار بتاعت سلق الفراخ. شوف انا بدخل الرز ازاي، هي عايزه لسه اهيت اهي. الرز هنا تلات ارباع سوا تقريبا، فما تقلقيش اهو. حلو، بنحط كبده او شويه قلوب كده نقفل بيها، ووراها شويه رز، فراخ محشيه وحاجه جديده. الفرختين ما يعملوش تقريبا كيلو بالشكل ده كده. دي طريقه. الطريقه التانيه مش عايزه تدخليها في بطنها زي ما عملت من شويه، بنجيب التوزبيكس ده كده. دي كلها افكار ليكي اهو، ونعديه كده ما بين رجل الفرخه وبعضيها كده بالشكل ده كده. الفكره كلها ان انا عايز ايه، افتح دي كده بالراحه. حلو، علشان برضو تاخد شكلها في قلب الحله اهو بالشكل ده كده، وتطلع معايا سليمه ما تطلعش معايا بشكلها الحلو. ناخدها زي ما هي كده اهو، شفت الفرخه اهي. يلا بينا، يلا بينا اهو اهو. واحده واحده امسكها لك كده من رقبتها اهو، من رقبتها اهي. اهم حاجه الميه تكون بتغلي، مفيش الحشوه مش هتطلع بره نهائي، خلي بالك. اهم حاجه تاني للساده المشاهدين، الميه بتكون بتغلي، ميه سلق الفراخ او البوكي جارنيه بتاعي لازم تكون الميه بتغلي. عندي بقيه الحشو اذا كان كبد وكلاوي اذا كان رز، شفت الحله على الشاشه ازاي بتتكلم مصر اهي، ما نقلبهاش كتير اهو، امن عليها كده واسيبها. الفراخ هنا بتستوي على نار شديده. اهم حاجه ان احنا نهتم بالبوكي جارنيه، بناخد الخلطه الحلوه دي كده زي ما هي، شويه الرز الحلوين دول زي ما هم، بننزل بوم هنا كده اهو. شوف انا هعمل ايه دلوقتي، هعمل تركايه تعجبك قوي. حلو، نقلب دول كده، الكبد كلاوي قوانص حب اهو، شفت ازاي؟ او هحطهم هنا كده اهو واسويهم كده. الشغل ده تعمليه في البيت عندك، وفي نفس الكاسرولة دي بمسحها كده. لازم تعملي الفراخ دي النهاردة لأولادك، بساطة سهولة مرونة. احنا بتوع السهل، نمسحها كده. شوف هعمل ايه دلوقتي. عندي شوية حليب، شفت بس الشقاوة، هو ده ده الطعم. انا خدت زي ما هي كده، عندي حليب بيغلى على النار، عندك حتة قشطة حلوة، شوية سمنة بلدي. شفت الشقاوة دي؟ دي شقاوة مطبخ. وهندخل الصينية دي الفرن، بنحضرها. تطلع الفراخ نحطها على وش الرز ونقدمها، أو ندخلها مع الرز تتحمر، اختياري أهو. حتة سمنة بلدي حلوة. كل الشغل ده نعمله في البيوت عندنا أهو، السمنة على الوش. تاكل صوابعك وراه شوية الرز الحلوين دول أهو. زي ما أنا شغال كده ممكن كل ست بيت تعمل الشغل ده. على فين يا عم الشيف؟ في الفرن اهو. بص على الحلاوه، يلا بينا اهو.
يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر، عملت سفره حلوه، جوز فراخ حلوين، وزني كيلو تقريبا. الصينيه اللي في الفرن دي فيها الرز والخلطه والحب كله في قلب الكسروله اللي هقدم فيها. معايا الفراخ بتستوي على النار، والفراخ بعد ما تستوي على النار بنشيلها من الشوربه الحلوه دي كده وارصها على وش الرز اللي في الصينيه، وبعدين اقدمها بنفس الشكل اللطيف الحلو. يبقى انا كده لخصت لك ازاي تعملي فراخ محشيه بالرز، ممكن بنفس الطريقه تعمليه بالفريك. معانا مهلبيه بقى النهارده بالبطاطا، الحليب على النار بيغلي. نخش على مقادير المهلبيه يا شباب ولا نطلع فاصل زي ما انتوا حابين؟ طيب خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل نصيحه من شيف بيحبكم. عندنا حاجتين، هنعمل البطاطا الحلوه مهلبيه بالمكسرات، قيمه غذائيه سعرات حراريه للاطفال اللي بيذاكروا، جو الشتاء دخل محتاجين نعمل العصيده، نعمل المهلبيه بالبطاطا، مهلبيه بالقرع العسلي، الحاجات الجميله. ومعايا سلطه الطماطم بالزعتر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الجميع ينتظر جوز فراخ شامورت حلوين، بيجوا هديه مع حماتك في نهايه الاسبوع. روحي تزوريها بكب كيك وتورتايه حلوه عاملاها من ايدك، اوعي جوزك يشتريها، ما بتطلعكيش فاضيه والله الست طيبه. يا اما جوز فراخ شامورت، يا اما شويه فطير مشلتت، ده الخير الريف المصري والصعيد المصري اللي احنا متربيين عليه. يا فطير مشلتت، يا رقاق، يا سمنه بلدي، بطايه حلوه وازايه حلوه، هو ده جوز الفراخ. معانا زي الفل على النار، لسه نخليهم شويه على النار مع بعض. خلونا نشوف نعمل المهلبيه ازاي. معايا بطاطا حلوه، معايا مكسرات جوز الهند على زبيب، حاجات كده ايه بوائل رمضان، وخير رمضان بيقعد معانا طول السنه، ربنا بيبارك. حلو الكلام، كل دول معانا زي الفل. تعالوا نشوف هنعمل المهلبيه ازاي مع بعض. مهلبيه بطاطا هرسناها بالشكل ده كده، دي بطاطا حلوه. المقادير على الشاشه، بطاطا سلقتها بالقشره، يفضل سلق البطاطا بالقشره، ما تقشرهاش وتسلقيها ازعل منك، يا اما تسلقيها بعد التقشير في شويه ميه قليلين جدا، ما ترميش الميه بعد السلق. طبعا تظبط العيار بتاع الميه على قد سلق البطاطا بس، عشان كده بقول لك اسلقيها بالقشره في كميه ميه زي ما انت عايزه، وبعدين تقشريها عشان تحافظ على الكربوهيدرات والنشويات وكل المعادن وكل القيمة الغذائية اللي موجودة فيها. البطاطا قيمة غذائية عالية جدا، بتساعد في بناء العضلات والأجسام ومفيدة جدا، ونشوياتها آمنة وسكرها آمن. معانا نشا، معانا زبيب، معانا جوز الهند، شوية مكسرات حلوين، التوم مش معانا ولا البقدونس ولا الشبت. حلو الكلام. أول حاجة هاخدها، هاخد السكر والفانيليا، أنزل بهم على الحليب. سكر، فانيليا، معانا نشا، النشا ما ينزلش كده، بندوبه في شوية مية عشان ما يكلكعش معايا، أو في شوية حليب اختياري مش محتاج كتير، يعني لو الحليب لسه بارد ممكن ندوب النشا عكس الدقيق. أهو نقلبه كده، ننزل بيه على الحليب، هتلاقي على طول في قوام معاكي. نقلب كده، بدا يتقل معايا. ناخد البطاطا الحلوه دي كده، شفت الفكر؟ الفكر لا يقدر بالمال. الله. ازاي اعمل مهلبيه البطاطا الحلوه؟ أولادنا خلاص ملوا إن ياكلوها سليمة متقشرة. هل؟ مش هقلب بقى بالمضرب هنا، هرسها بس كده. شفت ازاي؟ الله، أول مرة أشوفها كده يا شيف مغازي، ربنا يديك الصحة يا أمي. إيه الحلاوة دي يا شيف مغازي؟ ربنا يديك طولة العمر يا أمي. يا الخير والبركة يا أمي. مهلبية البطاطا فيها سعرات حرارية، فيها قيمة غذائية عالية جدا، من الحلويات الشتوية. انزل بشوية مكسرات وخليك كريم نستاهل كرمك، زبيب على لوز على جوز الهند، ونقلبه ياخدوا غلوة.
يقوم الزبيب يبقى طري، اللوز يبقى طري، حماتك لما تاكل منها تدعي لك. الست الطيبه اللي ممكن سنانها مش مساعداها. هناخد الكاسات ونوزع للحبايب والجيران. اللهم صل على النبي. ايه المشكله لما نخبط على جاري شويه مهلبيه؟ اه بسم الله الرحمن الرحيم. وزع الجيران والحبايب والقرايب، والنبي وصى على سبع جار. صاحبتك في الشغل تاخدي لها شويه مهلبيه. شفت الشيف المغازي على القناه الاولى امبارح؟ مش كنت اجازه امبارح يا سعاد؟ اه فتحت التلفزيون القناه الاولى لقيت الشيف المغازي بيعمل البطاطا مهلبيه. خدي ودي من هذا الحديث، خلينا نتكلم في الاكل والشرب، الحاجات الحلوه دي كده. عملها ازاي؟ اشرحي لها انا عملتها ازاي. حلو، خلاص كفايه. عندنا شويه مكسرات حلوين، الله عليك، ايه الحلاوه دي؟ فيها كل حاجه، فيها بروتين، الحليب، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات، البطاطا يا بتاع البطاطا، حلو قوي. شوف الفراخ نطلعها علشان نشتغل في السلطه مع بعض. اخبار الفراخ ايه؟ نطلع الصينيه اللي في الفرن، يلا بينا. هو ده الرز اللي كان معايا من شويه، فاكرينه؟ الله، حلو قوي. ده رز كان باقي معاه كبد وقوانص. اخد الفراخ الحلوه دي كده، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهي فرخه ماسكها من رقبتها، اهي يلا بينا نحطها هنا. حلو قوي. والفرخه التانيه فين؟ اهي بتناديني زي الفل. حشوه طلعت؟ لا. الرز طلع من الفرخه؟ لا. ارفع التوزبيكس ده كده، دوره انتهى. وادخل الفراخ تاني يا عم الشيف تاخد تحميره. اخد حته زبده حلوه كده احطها على الوش تديها لمعه. شفت لمعه ازاي الفراخ؟ ممكن مكعب زبده. مش خسرانه حاجه في الزبده؟ جايه لك هديه. ولما بهزر وبقول جايه لي هديه وجايه لي حاجه، احنا قاعدين بندردش مع بعض ساعه زمن على التلفزيون المصري اللي في كل بيت مصري في كل بيت عربي، بنتابع مع بعض وبنهزر شويه وبنشوف حاجه حلوه حاجه جديده مع بعض. انا معايا خضار محشي، خضار سوتيه، اللي هو الخضار اللي هنا ده كده، فاكرينه ده كده؟ بعمل ايه؟ شفت الجو ده كده؟ بصل مع جزر، ممكن تحطي كوسه. جودي انت بقى، اعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. شويه خضار حلوين كده واخد طعم الفراخ. وهندخل الصينيه دي الفرن يا عم الشيف، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. بصل، انا عايز اخد البصل، بعشق البصل ده المستوي مع شوربه الفراخ. ويا سلام، رحمه الله امي عليها كانت تحط لي بصل في الملوخيه، اجي اكل الملوخيه الاقي بصلتين صغيرين حلوين كده. هي عارفه ان انا بحب البصل اللي بيبقى طالعه كده كلها ايه، متلخبطه ملوخيه. ناخد الصينيه دي فين؟ في الفرن، يلا بينا. اوبا، زي ما هي كده يا عم الشيف، سخنه، خلي بالك. حلو، ده مهم جدا. صينيه بتتكلم مصر بتفاصيلها المصريه، جوز فراخ محشيين بالرز والخلطه، يلا بينا. بص عليها كده، ودع، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ جوز فراخ زي الفل، بحشو بحب، معمولين في الفرن. تعالوا نعمل سلطه مع بعض. السلطه دي سلطه الطماطم بالزعتر، نشوف نعملها مع بعض ازاي. تفاصيلها بسيطه وسهله. طماطم، زعتر، زيت زيتون، فصين من الثوم، عودين نعناع اخضر، قليل من الشبت. هسلى فيها كده وانا شغال، مخرجنا قال لي وقتك خلص يشكر. وانا شغال عينيا. طماطم اهيت ونشتغل مع بعض. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف اوف اوف. طيب ادي الطماطم بقطعها كده
بيعجبني الشكل ده في التقطيع. تتبيلتها عبارة عن ثوم. يعني أنا بصراحة واتكلم الصراحة ما بحبش أشتري مخلل من بره. يعني أنا في المخللات باكل الخيار المخلل وبيتعمل في البيت. عايز أكل بقى حاجة كده طبق فتوش. هيبقى فيه السبايسي وفيه كل حاجة ويفتح الشهية. طبق تبولة. سلطة طماطم زي دي. مش هنخسر حاجة. سلطة خيار. فيا ريت تخلي الحاجات اللي هي فواتح الشهية تعملها في البيت. أنا مش ضد بتوع المخلل عشان محدش يزعل مني. ولكن خليكي دايما في الحاجات الآمنة تعمليها جوه البيت. دون ما نخش في تفاصيل. أدي الطماطم. كفاية؟ كفاية. زعتر. ده زعتر. فريش. أخضر. لقيته عند الراجل بتاع الخضار بجيبه على طول وانا مغمض. استخدمه في حاجات كتيره قوي. معانا شويه بقدونس، معانا شويه زعتر تانيين، الا فص التوم الني ده هو ده اللي هيدي لها الشقاوه. اشيل كل حاجه دي من هنا. حابين نحط بصله ناعمه نحط، مع اني مش بحب البصل معاها بس البصلايه برضو بتفتح الشهيه. شوية الملح الحلوين بإيدك، سنة شبت صغيرة بحبها مع الطماطم بعشقها. نقلب كل ده مع بعضه. إلا شوربة الفراخ دي ما تترميش، دي ما تترميش، استخداماتها كتيرة قوي على فكرة. تقدري تعملي إيه تاني عشان خاطر السادة المشاهدين؟ بنصفيها من البوكيه جارنيه والبصل والجزر اللي فيها ونسيبها لما تبرد وتحطها في أكياس وتشيلها في الديب فريزر. تستخدميها استخدامات كتيرة قوي. تعملي بقى ملوخية مش هتقول لأ، صينية بطاطس بالفراخ مش هتقول لأ، دقية بامية بالقوطة مش هتقول لأ. كل الكلام ده لازم تعمليه، خلي بالك، بدل ما تشتري مكسبات طعم. عمرك ما مكسبات الطعم ما هتديك اللون ده. دي ناقصها حاجة مهمة جدا. معانا زيت زيتون، غرقها زيت زيتون. حلو. عصرة ليمون. سلطة الطماطم اهي تقعد عندك في التلاجة اسبوع تاكل منها. الليمون بيحفظها. عايزة تقعدها يوم واتنين وتلاتة حط عليها خل مش هتقول لا. تعالوا نطلع الفراخ الحلوة دي مع بعض عشان نملي عينينا منها. العب. يلا بينا. للأمانة كانت عايزة تتحمر شوية. جوز فراخ بيتكلموا مصري بالحشوه المصريه برز مصري بخلطه مصريه بشقاوه مصريه. هنقلب كل ده مع بعضه. زيت زيتون، عصير ليمون، بصلايه، تومايه، سنه شبت، شويه الملح الحلوين عشان يدوا طعم. جوزك بيحب الحار حط له فلفل حار مش هتقول لا. عندنا خصايه حلوه كده، كابوتشايه، مع ان الخص البلدي في السوق. بنحطها هنا كده وناخد السلطه الحلوه دي كده. بس نصيحه مني بقى، انت بتحبيني انا عارف، تسمعي كلامي انا عارف، السلطه دي ما تتاكلش دلوقتي خالص، تاكل بعد ساعتين. طلعها من الثلاجه بعد ساعتين تاكليها، هتدعي لي للامانه. حلو. كانك بتاكلي مانجا. سلطه الطماطم هنخليها هنا، مكانها حلو كده هنا يا شباب. حلو الكلام. السفرة بتاعتي بسيطة وسهلة النهاردة، ولكن فيها حب، فيها خبرة طهوية. ازاي عملت جوز فراخ الحشوة ما طلعتش بره، الفراخ مستوية، اهتميت بالشوربة بتاعت الفراخ، عملت مهلبية بطريقة جديدة، مهلبية البطاطا الحلوة. ممكن نعمل نفس الطريقة القرع العسلي. عملت سلطة لطيفة وجميلة بتقوم بدور الترشي أو طبق المقبلات الجميل اللي يفتح الشهية. وخلينا نخلص على جوز الفراخ، يعني مع بعض بنقول بصوت واضح وبصوت عالي، احنا بنشوف كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية الشيف المغازي بيقدم لنا الرؤية والفن والإبداع ببساطة جديدة وبساطة تقدر كل ست بيت تعمل الأكل ده بدون تكلفة. رؤية فن إبداع منين؟ من ماس بيرو.